اكيد بنحب نروح للتفاصيل اكتر ونطمن كمان تحديدا على الشبوره المائيه من دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور منار بونجور على حضرتك، صباح الفل و... صباح الخير. اهلا بيك. اسمحي لنا نطمن بقى على بدايه الاسبوع معاكي، وطبعا يعني هنرجع تاني على النقطه المهمه او نروح للنقطه المهمه وهي الشبوره كمان المائيه. اتفضلي. صباح الخير طبعا على حضرتك استاذه هوندو استاذ كريم استاذ المشاهدين. احنا بالفعل خلال هذه الايام بنشهد سقوط امطار على المناطق الساحليه، كان خلال الايام الماضيه كانت امطار متوسطه الى غزيره وكانت رعديه خاصه في المحافظات المطله على البحر المتوسط. متوقع معانا اليوم استمرار فرص سقوط الامطار، لكن كميات امطار اليوم هتكون اقل من اللي شفناها خلال الايام الماضيه، هتكون اليوم امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، مع ساعات المساء هيكون في منخفض جوي متعمق بيأثر على غرب البلاد عند مطروح وبعض المناطق من السلوم والصحراء الغربيه، كميات الامطار هتزيد وتتحول لامطار متوسطه الى غزيره ورعديه على المناطق الغربيه، مع حركه المنخفض الجوي خلال ساعات الليل المتاخر وفترات والساعات الاولى من صباح يوم الاثنين الامطار هتبدا تزيد على السواحل الشماليه وتبدا كمان تتقدم للمناطق الداخليه. فاحنا معانا فرص امطار خلال ساعات الصباح الاولى على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد وشمال الوجه البحري، هتكون امطار متوسطه الى غزيره ورعديه احيانا على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط. الامطار ايضا هتوصل لبعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، امطار متوسطه الى خفيفه، قد تصل كمان الامطار لبعض المناطق من القاهره الكبرى، بعض المناطق من شمال الصعيد، بعض المناطق من خليج السويس، مدن القناه وسيناء. فاحنا غدا ان شاء الله مع الساعات الاولى من الصباح هيكون في امطار على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد حتى القاهره وشمال الصعيد، وهتكون امطار متفاوته الشده. طبعا مع الامطار خلال هذه الايام في انخفاض طفيف في درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل، خاصه كمان ان في نشاط نسبي للرياح بيخلينا نحس اكثر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره. الاجواء معتدله فتره النهار، لكن فترات الليل المتاخره والصباح الباكر اجواء بارده الى شديده البروده. مع يوم الثلاث هيبدا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، تبدا فرص الامطار تتلاشى من على اغلب مناطق الجمهوريه، تبدا تاني بقى الشبوره المائيه الكثيفه في الظهور في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتاثر بشكل كبير على الرؤيه الافقيه. مع نهايات الاسبوع هتستمر معانا الشبوره المائيه ويكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره فتره النهار، لكن فترات الليل هتظل فيها الاجواء شديده البروده. فاحنا ناخد بالنا من بعد منتصف الاسبوع من الشبوره المائيه، وغدا ناخد بالنا من فرص الامطار اللي هتبقى موجوده خاصه في المناطق الساحليه بسبب تاثرها اكثر بالمنخفض الجوي. رائع. جميل جميل. اجواء شتويه يعني رائعه دخلنا فيها بالفعل. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا جزيل الشكر دكتوره منار، نورتينا. بص